السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم ميقر الحربي، أحييكم بمركز دعم المنشآت في الرياض التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. في أحد لقاءات أسبوع الأنشطة المهنية راح نتعرف اليوم على ما هو نظام الشركات المهنية، ما هو أهم ملامح نظام الشركات المهنية الجديد، ما هي أهداف النظام الجديد للشركات المهنية، ما هي مميزات أو ميزات نظام الشركات المهنية الجديد؟ أيضا سنتطرق إلى خطة عمل الشركات المهنية. كل هذا وأكثر بإذن الله تعالى تحت عنوان نظام الشركات المهنية الجديد، يقدمها لنا الأستاذ محمد العلوي، محامي ومستشار قانوني. بإذن الله تعالى لقاءنا اليوم ستكون مدتها الإجمالية 45 دقيقة، 30 دقيقة منها راح يكون المحتوى، وآخر 15 دقيقة تتاح الأسئلة والاستفسارات عبر أيقونة الـ Q&A لديكم أسفل الشاشة. حياك الله أستاذ محمد، تفضل. أهلا وسهلا، أنا سعيد بوجودي بينكم افتراضيا الآن، وسعيد لأن نناقش هذه الورشة العمل الخاصة بنظام الشركات المهنية الجديد لما يمثله من أشياء مهمة في هذه الفترة وفي رؤية 2030 بإذن الله. خلال هذه الورشة راح نتناقش أو ناخذ عدة محاور، ألا وهو ما هو نظام الشركات المهنية الجديد، ما هي أهم الملامح، وما هي أهم الأهداف. احنا لابد نعرف حاجة بسيطة لأجل ننتقل إلى الخطوات المستقبلية اللي عندنا موجودة، إنه نظام الشركات المهنية أول صدور له كان في عام 1412 هجري، تم تحديثه أول تحديث من عدة أشهر وأصبح ساري في 12/2/1441. النظام الجديد الآن أتى بقفزة نوعية ومتغيرة 100% عن النظام القديم، ليواكب نظام الشركات المهنية الجديد، ليواكب القفزة والاستثمارات المقبلين عليها، وليواكب نظرية أو رؤية 2030 المستقبلية بإذن الله في هذه المملكة. الهدف العام من الورشة اللي هو التعرف على ماهية المهنة الحرة، وما هي أهم ملامح، وما هي أهم أهداف نظام الشركات المهنية الجديد. طيب، حنا الآن نبدأ في بداية بسيطة جدا، ألا وهي الشركات المهنية الجديدة أو نظام الشركات المهنية. لابد نعرف حاجة بسيطة أو مدخل بسيط، من هو المهني أو مين اللي راح ينطبق عليه النظام هذا، أو من هو المهتم أو الذي يخص هذا النظام. الأمر جدا بسيط، المهني تعريفه في النظام، المهني هو أي شخص يقوم بتقديم عمل لصالح طرف آخر لكن بمقابل مبلغ مالي خاص فيه. أنا ما أقدر أقول لك مين المهني، المهني قد يكون محامي، المهني قد يكون موثق، المهني قد يكون مهندس، المهني قد يكون طبيب، المهني قد يكون مبرمج، المهني قد يكون مقيم عقاري، المهني قد يكون محاسب قانوني، قد يكون رسام. المهن كثيرة، لا يصعب حصرها، لكن ممكن احنا نقول أي شخص يقدم عمل لصالح طرف آخر مقابل مبلغ مالي يعود لجيبه الخاص هذا هو المهني، شرط أن يكون له ترخيص ودراسات مستقلة. هذا هو الشخص، يعتبر الشخص المهني. في شكل عام ما ينطبق عليه هذا التعريف راح ينطبق عليه النظام الجديد هذا. طبعا الأمر الآخر، احنا راح نعرف تعريف آخر في هذا الأمر، ما هو نظام الشركات المهنية. طيب حنا عرفنا تعريف المهنة وعرفنا مثلا المهني مين هو المهني، خذينا تقريبا نبذة. طيب إيش هو نظام الشركات؟ نظام الشركات بين قوسين نقول تعريف نظام الشركات هو إطار قانوني يحكم حياة الشركة المهنية من لحظة إنشائها إلى لحظة انتهائها، سواء كان الانتهاء اختياري أو إجباري. خلال هذه الفترة من تعاقدات ومن تعاملات، من رفع رأس المال، من تقرير رأس المال، من دخول وخروج الشركاء، هذه كل الأمور اسمها نظام الشركات المهنية. فنظام الشركات المهنية هو الإطار القانوني الذي يحكم حياة الشركة من لحظة تأسيسها لحين نهايتها. نظرة عامة الآن عندنا يعني هو نظام الشركات المهنية. لو ناخذ احنا الحين الشركات المهنية الموجودة من مجمل الشركات المساهمة والتضامنية والبسيطة وإلى آخر الأمور في المملكة، إلى حين إحصاء وزارة التجارة إلى قبل 3 أشهر كان عددها 699 شركة، أي ما يقارب 13% فقط. طيب الشركات المهنية، تعرفون في شركات مهنية لها تقريبا 450 عام إلى الآن ما زالت موجودة؟ تعرف أنه في شركة مهنية عمرها 277 سنة؟
وداخله كله في موسوعه جينيس. نعم صحيح، هذا الامر اللي عنده فكر انه يبقى على مدى التاريخ على مدى العصور، ما هو فكره منقسم او منحصر على امر معين فتره معينه او ينتهي. الاشخاص اللي عندهم يبقى اسمهم اسم الشركه مستمر سنوات راح يختلف النظام هذا معه جدا. فعندنا هو مكتب ثومسون اللي عمره اسس عام 1570 ميلادي، عمره الان 450 سنه، طبعا مكتب محاماه. ومكتب محاماه اخر اسمه مكتب محاماه اسمه مكتب فريشليد، اسس عام 1743، يعني عمره الان 277 سنه. سابقا قبل 40 سنه كان اللي بيمرض يروح الى عياده، وبعد الامر تطور اصبح في عده عيادات مجتمعه مع بعض تكون مستوصف او مركز او مجمع عيادات. جاء الفكر اختلف وصار في عندنا كيانات عملاقه اسمها المستشفيات. فكان الشخص الطبيعي الان لما يبي عمل احترافي، لما يبي اجهزه، لما يبي سير ذاتيه لاطباء او لاشخاص، دائما يروح للمستشفى، ما يروح لمركز عيادات او الى، ليش؟ لانه هو يدور على الخبره ويدور على الاتقان في العمل. من هذا الامر جت فكره اللي هو الشركات المهنيه. الان ناخذ النظام الجديد، ايش اهم الملامح اللي اختلف فيها عن النظام القديم؟ اول امر، الامر الاول انه اجاز ان تتخذ الشركه المهنيه شكل شركه التوصيل البسيطه او التضامنيه او ذات المسؤوليه المحدوده او المساهمه. هذا امر جدا عظيم. لو النظام الجديد ما اتى الا في هذا الامر يعتبر هذا امر جدا مثالي. سابقا النظام القديم كان لاي شخص مهني يبي يفتح شركه ما له الا شكل شركه واحده فقط، الا وهي شركه تضامنيه. الشركه التضامنيه كان فيها عده مشاكل، انه ممكن الشريك اللي تشارك معاه ما كان يدي العمل بالشكل المطلوب، ممكن انه كان يعمل اخطاء. فالشركه التضامنيه هي شركه تسال في مالك الخاص، يعني انت ما تسال فقط في راس مال الشركه، انت تسال في راس مال الشركه، واذا انتهى يدخلون على اموالك الخاصه، يبيعون بيتك، يبيعون سيارتك، يبيعون اي املاك خاصه فيك. فكانت هنا الموضوع انه قليل من الشركاء يعملون شركات مهنيه، لان انا اخاف من الطرف الاخر. الان سمح النظام انك انت تعمل شركه مسؤوليه محدوده، حتى وان خصمك، عفوا، حتى وان شريكك ادى خطا، فانت راح تسال فقط في مساهمتك في راس المال من غير ما تدل اموالك الخاصه. كذلك في التوصيه البسيطه والمسؤوليه المحدوده والمساهمه، هذه الامور او الاربع شركات، الاربع اشكال الشركات الموجوده، النظام لما سمح فيها سمح فيها لبعد نظر هو راغبه. لان الان ما عاد في زمن الممارسه الفرديه، المؤسسات ما عاد لها وجود، الوجود الحقيقي، الوجود الصحيح لاصحاب الشركات والكيانات القوية. الميزة الثانية، يجيز تأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة بمهنة حرة واحدة. حلو، طبعا أنا أحب أعمل شركة، أو أنا اللي يخليني أعمل مؤسسة إني ما أحب أحد يشاركني، لكن أبي أعمل مؤسسة، أبي أعمل شركة، لكن ما يسمح للنظام. النظام سمح لك الآن إنك أنت تعمل شركة ذات مسؤولية محدودة ومن شخصك لا شريك لك آخر، شركة الشخص الواحد. هذا في النظام القديم ما كان موجود، النظام الجديد هو اللي سمح في هذا الأمر. الميزة الثالثة أو الملمح الثالث اللي يفرق عن النظام القديم، أنه الآن يمكن من مشاركة أشخاص مستثمرين غير مهنيين من أصحاب المهن. طيب، ممكن نشرحها بطريقة ثانية، اسمحوا لي في هذا الأمر، أنا ممكن أكون محامي الآن لكن ما عندي فلوس، لكن عندي ترخيص بفتح مكتب، لكن ما عندي فلوس ما أقدر. طيب أنا طبيب ومعي دراسة سنوات وأخذت ترخيص والتصريح حق الهيئة، لكن ما أقدر أفتح مستشفى أو عيادة. أنا مهندس، أنا مقيم عقاري، أنا محاسب، أنا مبرمج، لكن أنا معي ترخيص لكن ما معي شهادة، إيش أعمل هنا؟ النظام الجديد اللي حنا أمامه الآن سمح إنك أنت تشارك أشخاص مستثمرين. فأنت معك الترخيص ويجي لك شخص آخر ويقول لك تفضل هذا المبلغ المالي وافتح شركة، جميعنا شراكة. سابقا النظام القديم كان يمنع هذا الأمر، لابد تفتحون شركة مهنية لاجب أن يكون جميع الشركاء محاملين نفس الترخيص. الآن سامح أنك تكون أنتم شريكين أو أكثر، واحد معه ترخيص والبقية ما محو ترخيص، تكونوا مدعمين ماليين أو مستثمرين ماليين.
هذا الأمر راح يطغي ويسكر الشركة، المؤسسات اللي في باطنها شركات. كثير من المؤسسات اللي تشوفونها هي عبارة عن الشركة، طبعاً المؤسسات المهنية هم هي بالعبارة أصلاً البعض منها شركات مستترة في باطنها. ليش؟ ناس ما قلنا ممكن يكون في عندنا رجل أعمال يفتح شركة في نشاط معين لكن ما معه ترخيص، وممكن نحصل عندنا مهني معه ترخيص لكن ما معه مبلغ مالي. فكانوا يتشاركون في الأساس اللي تشوفها هي في اسم المهني المؤسسة هذه، لكن في الأصل إنه فيها شراكة داخلية، وهذه فيها مشاكل كثيرة. فالنظام الجديد قال أنا أبي أرفع نسبة الشركات الموجودة عندي في البلد، لذلك أنا راح أقدم لك تسهيلات وراح أسمح لك أنك أنت تشارك عدة أشخاص وإن كانوا غير مستثمر. الأمر الآخر يسمح بانتقال ملكية الشريك المهني المتوفى إلى ورثة وفق إجراءات ميسرة. راح نيجي قدام بإذن الله ونعرف كيف الإجراءات الميسرة. سابقاً لما كانت شركة مهنية خلاص تكفر الشركة، شركة مهنية تضامنية تسكر الشركة خلاص، الاحتمال الورثة ما هم مهنيين، واضح الأمر. الآن سمح حتى وإن كان الورث اللي عندك، أنت كنت محامي أو كنت أنت طبيب وأولادك محامين وفي شركة مهنية، سمح لهم النظام أنهم يدخلون في الشركة وتبقى الشركة مستمرة أجيال أجيال أجيال، مثل المكاتب الأخرى اللي سمعناها قبل شوي ودخل في موسوعة جينيس. فبإذن الله راح تصير عندنا شركات مستقبلية تدخل في موسوعة جينيس إن شاء الله. من أهم الملامح الأخيرة اللي عندنا موجودة اللي هو نتكلم الحين أهم ما يميز النظام الحديث عن النظام القديم، ألا وهو أنه سمح بأن تتخذ الشركة اسما مبتكرا أو اسم أحد أو جميع الشركاء. تعرفون هذه كانت مشكلة سابقة، تعرفون أنه من الأشكال اللي كانت من الإشكاليات اللي كانت موجودة لدينا سابقا أو في النظام القديم أو اللي كان يمنع الأشخاص من أنه يعمل شركة مهنية، الاسم. نعم الاسم، أنا أبي اسمي يكون اسمي في اللوحة برا، لأن أنت صعب تعمل اسم مبتكر. كممنوع في النظام أن يكتب مثلا الخبراء للمحاسبة، ممنوع تكتب الأطباء الجيدون، أو تكتب مثلا المحترفون في المحاسبة أو في الهندسة أو المعماريون، هذا اسم أسماء مبتكرة كان النظام القديم مانع لهذا الأمر. أما النظام الجديد سمح في هذا الأمر. من الطرفة وهي حقيقة حصلت سبقا، أسسنا شركة تضامنية مهنية على النظام القديم وتقريبا كانوا 7 شركاء. السبع شركاء اكتبوا اسمهم في اللوحة برا. لك أن تتخيل أن اللوحة يمكن تقريبا كانت يمكن 5×5 متر أو أكثر. شركة الشركة الفلاني الفلاني، شركة الشركة الفلاني الفلاني، 7 أشياء غير مستساغة. وما أخفيكم أنه كانت بعد تختلف في عقود التأسيس اللي تصير بين الشركاء نسب اللي اسمه يكون برا موجود. الاسم اللي اسمه يكون برا موجود في اللوحة يكون نصيبه في الشركة أقل. ليش؟ يقول انت اسمك برا احنا اسمه مش موجود، فتحس مثلا اسم شركه فلان الفلاني وشركائه او شريكه، فكان فيها عده مشاكل وعده الاشياء اللي يكون فيها زائد. ننتقل للشريحه الاخرى هنا اللي هو اهداف نظام الشركات المهنيه الجديد. طبعا احنا اخذنا ما يميز النظام الحديث عن ما يميز النظام القديم، فالان احنا ناخذ اهم الاهداف، ناخذ اهم الاهداف لنظام الشركات المهنيه. طبعا راح ناخذ الموضوع على عجاله على اساس نسمح لكم في الاسئله ونجاوبها باذن الله. يقول هدف نظام الشركات المهنيه الجديد، اول امر تحفيز ممارسي المهنه الحره تاسيس الشركات. اصحاب المهنه الحره يجدون عده مشاكل حقيقيه بحكم انه ما كان في عندهم كيان او يتخذون الكيان المحدد. انا احب اني اشارك زميلي لكن زميلي ممكن انه يجيب لي مشكله او ممكن يجيب لي خطا او ممكن يعمل لي اي مشكله فيرجع عليه، فكان هذا من اهم الاسباب الموجوده. فالنظام الجديد سمح انه حفزت في الاشياء اللي عملها اكثر من النظام القديم. كذلك الامر الاخر انه شجع الشركات المهنيه على التنظيم المؤسسي وبناء كيانات قويه. لا بد نعرف حاجه بسيطه، إن المستقبل للشركات القوية والكيانات القوية. ما في أي كيان قوي إلا إنه يكون فعلا عامل كيان صحيح قائم على تنظيم مؤسسي صحيح. الشغل اللي تعال على البركة ومش ورقة وقلم هذا عادي، لا ما حتمشي. أنت عندك حوكمة صحيحة وأساسات صحيحة حتبقى أنت في كيان مهني قوي وحتستمر مدى الأيام.
الأمر الآخر زيادة تحسين فرص العمل في القطاع الخدمات المهنية. نعم الآن لما أنت تعمل شركة طبيعي جدا راح تزيد فرص التوظيف عندك في المهنيين الموجودين وكذلك الإداريين الآخرين. الأمر الآخر أنه سمح النظام الجديد دخول شركات أجنبية مهنية للسوق. هذا الأمر طبعا وفق ضوابط معينة، هذا الأمر لما سمح في هذا الأمر راح يرفع السوق السعودي بجودته والاحترافية اللي موجودة فيه. كذلك عندنا من الأهداف النظام الجديد أنه يسر التمويل للشركات المهنية. الآن أنت لما تروح لأي جهة وتقول أنا مؤسسة مهنية واحتاج من عندكم تمويل معين، مش كل الجهات تعطيك التمويل، وحتى وعطتك تمويل ما تعطيك التمويل اللي أنت في حاجته، بل تعطيك جزء مناسب على حجمك أو حجم أعمالك. عكس لما تكون أنت شركة، فأنت لما تكون أنت شركة لما تيجي عند أي جهة تمويلية تقول أنا شركة وهذا احتياجنا وهذا قدراتنا وهذه خبراتنا وهذا حجم أعمالنا طبعاً، فطبيعي جداً راح يكون التمويل لك ميسر بشروط ميسرة ومن خلال مستثمرين، هذا أمر، ومن خلال جهات تمويلية أخرى. الأمر الآخر اللي هو قلنا من أهم الأهداف اللي هو تعزز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية. نرجع نفس الفكرة اللي احنا طرحناها، أنت لما تمرض هل تروح أنت لعيادة أو تروح لمشفى؟ نعم إذا تروح للمشفى في طبيعة الحال، ليش تروح للمشفى في طبيعة الحال؟ لأن فيها خبرات في حرفية، فيها قدرات أكبر من العيادة. كذلك هذا الأمر ينعكس على أنت صاحب مؤسسة مكتب فرد أو أنت صاحب شركة فيها عدة تخصصات، فيها عدة أمور صحيحة، فيها حوكمة صحيحة. هذا هو الأمر اللي يفرق عندك ويعزز ثقة المتعاملين، سواء أنت كنت كمؤسسة مكتب فرد أيا كان نشاطك أو أنت كنت شركة مهنية. الأمر الآخر ترتيب حقوق وواجبات الشركاء أو المساهمين في الشركات المهنية. في أمر مهم لابد نعرفه حنا، النظام الجديد سمح لك أنك أنت تأخذ شركة الشكل الشركة المساهمة. الشركة المساهمة أنا يا أخوان من الأشخاص المفتونين بها حقيقة، يعني بإمكانك أنت تكون شركة عملاقة عالمية، أنك أنت تعمل شركة فيها أكثر من 100 شريك، أكثر من 200 شركة مساهمة. شركة مساهمة يعني ممكن أنت تجمع أكثر عدد من المهنيين الموجودين وتعملون شركة مساهمة. في عندكم مجلس جمعية عمومية عامة، في عندكم المجالس الأخرى من الجمعيات المنصوص عليها في النظام، وتقدر أنك أنت تمارس، وكل واحد له في الأسهم، تدرون في سوق الأسهم. فالفكر مش على فكر أني أدي أنا عمل داخلي، أنت شركة مساهمة تدرج في سوق المال السعودي ومستقبلة تدرج في سوق المال العالمي في البورصة العالمية، ممكن تنزل في أي مكان. ليش؟ أنك أنت شركة مساهمة تتجاوز الموظفين عندك أكثر يمكن من آلاف. الأمر حقيقي، الأمر يحتاج دراسة جدوى حقيقية، الأمر يحتاج فعلا أنك تتمكن وتؤمن في نفسك في هذا الأمر. الأمر الآخر اللي إحنا لابد نعرفه، مميزات النظام الجديد عن النظام القديم. كأت إحنا نمسكها فقرة فقرة وراح بدنا راح نتكلم فيها. ليش الآن المشرع السعودي أعطى اهتمام كبير لنظام الشركات عامة ومسك أنظمة الشركات الخاصة وجالس يفصل ويحدث فيها؟ لأن الفترة المستقبلية فترة كيانات قوية. ليش؟ لحاجة بسيطة، قوة الدول عسكرية واقتصادية وسياسية. فلجل أنت تكون قوي اقتصاديا أنت لابد أنك أنت تفتح الاستثمار عندك، كذلك أنت لابد أنك أنت يكون عندك المجال وجميع الأنظمة محدثة ومواكبة لأجمل التخصص لأجمل الأنظمة والممارسات العالمية، لكي أنت تكون بيئة تجذب الاستثمار. الأمر الآخر أنت لابد أنك أنت البورصة السعودية أو سوق الأسهم السعودي يرتفع. فكيف يرتفع؟ لما أنا أشجع على إنشاء الشركات المساهمة، كذلك أنا لما أنا تزيد عندي نسبة الشركات على نسبة المؤسسات فيرتفع الاقتصاد في طريقة غير مباشرة. أنا أحب الدخل أنا في اقتصاد الغير، لكن أقول لك هذه نظرة عامة مهمة. لابد أنت كرائد أعمال أو أنت كصاحب منشأة أنت حتدخل السوق، أنت لابد تفهم هذه الأمور. ناخذ من اهم الميزات الموجوده في النظام الجديد انه تنظيم اعمال، انه تنظيم اعمال المهنيين السعوديين. الان لما اعمل الان نظام الشركات المهنيه وارجع كل شركه مهنيه
المسؤول عنها مهنيا الهيئة الخاصة فيها أو الإدارة الخاصة فيها من الحكومة، أنا هنا قاعد أنظم المهندسين عندهم الهيئة السعودية للمهندسين، المحامين عندهم كذلك الهيئة السعودية للمحامين، الأطباء عندهم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإلى آخره. لذلك أنا جالس أنا أنظم المهن وأعمل المهنيين السعوديين تنظيم داخل لأجلهم يجابهون من أفضل الممارسات. الأمر المهم اللي أنا أقول لكم إياه، المشرع في هذا البلد ما عنده نظام نسخ ولصق من الأنظمة الأخرى، لا، المشرع يرى أفضل التطبيقات في النظام هذا من هي أفضل الدول، ويشوف أفضل الممارسات اللي عنده والأخطاء اللي كانت موجودة، ومن بعد هذا الأمر ينزل النظام وصيغة صياغة صحيحة، نكون حنا بدأنا من حيث موقف الآخرون، وهذا الأمر موجود في جميع الأنظمة ويلاحظها الشخص الفاحص والمدقق في هذا الأمر. الميزة الأخرى اللي عندنا هو تشجيع المهنيين على تطوير أعمالهم. النظام الجديد سمح أن تكون شركة عندك من عدة تخصصات. كيف؟ أنا أعلمك كيف. أنت أنا محامي ممكن أعمل شركة يكون فيها زميلي محاسب قانوني، ممكن أعمل اختصاص آخر في نفس الشركة محامي ومحاسب ومهندس، لا، أو ممكن أزيد كذلك أحط فوق المهندس يعني في التخصصات أحط تخصص رابع في الطب، شركة طبية ومهنية وشركة محاماة وشركة هندسية وشركة استشارات كذلك محاسبية، لا، ممكن أضيف أنا مقيمين عقاريين، وممكن أخليها كذلك شركة، كذلك ممكن أخليها كشركة برمجة، شركة برمجة حاسب إلى آخر من الأمور المهنية. هذا النظام أجازة، النظام القديم ما كان يسمح في هذا الأمر، يعني ممكن تكون زميلك أو صديقك أو شريكك مش من نفس المهنة، نعم كلكم شركة واحدة لكن تحتها عدة تخصصات، عدة أفرع موجودة، شركة في التخصصات الإدارية، شركة في التخصصات المهنية، المحاماة، الاستشارات القانونية، في الاستشارات الشرعية إلى آخره من الأمور. هذا الأمر حرفياً كفرصة من النظام القديم ما كان موجود، هذا الأمر ما كان موجود، التطور هذا في النظام الآن أتى وسامح لك أنك تعمل هذا الأمر، سامح أنك أنت فعلاً أنتم مهنيين ما لكم فلوس تفتحون شركات، سامح انكم انتم وان كنتم شركات متعدده تدخلون معاكم شركاء غير مرخصين، يعني رجال اعمال او مستثمرين او شركات اعمال، وكذلك انتم هنا تشتغلون تفتحون شركاتكم وتكملون هذا الامر. الامر الاخر عندنا هنا يجعل الاعمال المهنيه اكثر انتاجا واكثر استمرارا. كيف هذا الامر؟ طبيعي جدا، انت لما تكون في شركه وانت عارف ان الشركه هذه ما راح تنتهي في نهايتك في وفاتك بعد عمر طويل إن شاء الله وصحة وعافية، راح يستمر، راح يدخلون الورثة حيبقون في الشركة مستمرة، الشركة حتستمر للورثة للأحفاد للأحفاد حسب ما نص عليه النظام الأساسي وحسب ما نص عليه عقد التأسيس. واضح الأمر؟ فلما إحنا نقول هنا النظام الأساسي، إحنا نقصد في النظام الأساسي هنا إذا كانت الشركة مساهمة، حين نقصد عقد التأسيس إذا كانت الشركة أحد الأشكال الأخرى للشركة مساهمة، أو نقول ممكن نقول هنا شركة، عفوا، شركة شخص ذات مسؤولية محدودة أو تضامنية أو شركة توسعة بسيطة. الآن إحنا بدنا نعرف حاجة بسيطة، إحنا كنا حسب ما نص عليه عقد التأسيس أو النظام الأساسي نوصل لمرحلة بسيطة. كثير من الأشخاص لما يجي بأسس شركة، نعم صحيح أنه نموذج عقد التأسيس اللي موجود في وزارة التجارة نموذج موحد وحيتم فيه، لكن النموذج الموجود في وزارة التجارة هو أقل الشروط اللي لابد تكون موجودة في أي عقد تأسيس شركة. لابد عليك أنك أنت تصير البنود الفنية والموضوعية لما بينك وبين الشركاء، ما بين التخارج، الملكية الفكرية، في حال الوفاة، في حال التقييم، في حال إيقاف الترخيص عند بعض الشركاء، الإدارة حتكون عبء منه السنة المالية، هذه أمور ما حتكون موجودة في العقد الأساسي النموذج الموحد. إن وزارة التجارة تعلم هذا الأمر ومن الذكاء عندها سمحت بعد أنت ما تملي المعلومات الأساسية جعلت لك مساحة غير محدودة منك أنت تضيف شروط الموضوعية والشروط الفنية اللي متفق عليها أنت وزملائك والمستقبلية. لذلك احرص على أنك أنت لما تقدم حقتك أنك تروح عند شخص متخصص في تأسيس الشركات، ما تروح لأي شخص أو ما تعتمد على نفسك أو خبراتك، دائماً الشخص المتخصص راح يفيدك وإن أخذ عليك تكلفة معينة. لا، يعني من الأمور اللي أنا توجع قلبي حقيقة وتحزنني، أنه أحس في دراسات الجدوى
مصاريف مصاريف مصاريف، وما احصل من ضمن المصاريف من ضمن نفقات التاسيس اتعاب المحامي او المستشار القانوني. ليش؟ انت ابدا بدايه صحيحه لاجل انت تبقى الى مستقبلك باذن الله انت ماشي بدايه صحيحه ومن غير اي مشاكل ممكن انها تقابلك في هذا الامر وفي المستقبل القريب. الامر الاخر انه الان عندنا الحاجه المهمه اللي يسمح فيها النظام وما كانت موجوده في الانظمه القديمه، انه الان انت كشخص مهني طبيعي جدا انت شخص غير تاجر، انت ما تدخل صفه التجاره، هذا الامر مذكور في فتعتبر الشركه مدنيه وانت تعتبر المساهمين فيها مدنيين وغير تجار، لان النظام بشكل عام يمنع على اي شخص مهني ان يمارس ممارسه التجاره. متى ما كان المهني ممارسة التجارة على سبيل الاحتراف فاعتبر تاجر وهذا مخالف النظام. أنت كمهني لما تكون في شركة فأنت تمارس عملك على أنك شخص مدني ولست شخص تاجر، وهذه ميزة ما كانت موجودة في السابق. الأمر الآخر أنه الآن النظام الجديد لما سمح للشركات المهنية السعودية أنها تمارس الأشخاص الغير مهنيين في ممارسة هذا الأمر جعل لهم نسبة معينة، قال نعم أنا ممكن أدخل شخص مرخص مع شخص غير مرخص لكن في شروط معينة، إن ما يتجاوز أكثر من نسبة 30% تملكه في هذه الشركة. من هذه الأمور كل هذه من تعزيز الأعمال الحرة وإكساب الدعم والاستقرار، هذا من الأمر أنه تاحت مشاركة أطراف غير مهنية في الشركات لتمويلها ماليا، وهذا الأمر يجعل الأعمال المهنية أكثر استمرارا وأكثر ديمومة. عندنا كذلك تشجيع اصحاب الهوايات على استغلالها في المعامل، ممكن نتكلم في الشركات ليش قلنا احنا الرسام النحات الى اخره، هذه كلها مهن، فبدال ما انت تعملها ومن غير وجود غطاء او من غير وجود غطاء قانوني عليها، من غير انت تمارسها من خلال كيان قانوني، من غير انت تمنيها وتبنيها وتصبح اكبر، النظام اتى وقال تفضل هذا الامر موجود امامك، أعطني أنت إيش تحتاج، أنت إيش ناقصك أنا وفرت لك. الآن النظام يقول بملء الفم أنا أعطيتكم ما تحتاجونه أكبر للفترة المستقبلية والفترة الجاية بإذن الله، الآن بقي عليكم التنفيذ. طبعا الآن إحنا نتكلم عن حاجة بسيطة، إحنا الآن أنا وصلت تقريبا إلى أهم المميزات اللي مرينا عليها مرور سريع. أنا الآن على حسب الوقت أتوقع إن شاء الله التزمت فيه، إني بإذن الله الآن أنا موجود مستعد لتلقي استفساراتكم إن وجدت بإذن الله. أخوي مقرن أهلا وسهلا يا مرحبا، حياك الله، حياك الله بياك. حتكمل الجزئية ولا نأخذ الأسئلة؟ لا أتوقع نظام الشركات المهنية الموجود لو كمراجعة بسيطة مهمة، أنا أعطيت أكثر الأشياء المهمة اللي موجودة فيه بإذن الله. النظام للاطلاع الأكثر، لا أكثر ولا أقل بإذن الله. طيب رائع جدا. هناك سؤال يقول هل يسمح باسم تركيب من اسم عربي واسم حيواني بالإنجليش؟ كيف؟ يسأل عن اسم الشركة المهنية، هل يسمح باسم مركب من اسم عربي وانجليزي؟ من اسم عربي واسم انجليزي. اسم الشركه حسب نظام وزاره التجاره والشركات لابد انه يكون الاسم التجاري عربي، لكن من الممكن انه يكون الاسم التجاري عربي لكن اسم العلامه اجنبي، الامر بسيط جدا. لكن الاصل ان الاسم المسجل في وزاره التجاره انه يكون اسم عربي، اسم مبتكر او اسم شخصي عربي، لكن العلامة التجارية ممكن يكون أجنبية وممكن تكون عربية. رائع جدا. هناك سؤال يقول هل أستطيع الحصول على ترخيص مؤسسة مهنية لبيع الأجهزة الطبية لخريج كلية العلوم تخصص فيزياء؟ أول حاجة إحنا نتكلم في نظام الشركات، يعني نظام يعني مؤسسات أتمنى إنك أنت تنساها، لأن المستقبل القادم هو نظام شركات. إيش الفرق بين المؤسسة والشركة؟ فرق جوهري مهم جدا 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 إذا سمحت لي فقط فيه. الفرق بين المؤسسة والشركة من ناحية قانونية ومن ناحية الخسارة إحنا نأخذها. في حال خسرت لا سمح الله، أنت راح تسأل في مالك الخاص، راح أبيعك سيارتك، راح أبيعك معملك، راح أبيعك منزلك، راح أبيعك أي أمر خاص فيك أنت، هل كنت أنت صاحب مؤسسة. بينما أنت لما تكون كصاحب شركة أبداً أنا حدي فقط في رأس المال حسابات الشركة الموجودة، لو كان في حساباتك ملايين الشخصية أنا ما أقدر أمد يدي عليها وأخذ منها ريال واحد، لا أنا ولا القضاء، لأن الشركة
مستقلة كيان اعتباري مستقلة كيانك الشخصي. فأتمنى أنك أنت تنسى فكرة المؤسسة الآن، بحكم أنه هل بحق لك أنك أنت تنشئ معمل أو تنشئ أمر آخر؟ هذا الأمر إذا أنت يتم ترخيص لك بهذا الأمر ممكن من هاي السعودية التخصصات الصحية، وتأخذ أنت هذا الأمر ممكن أنت تبيع وتفتح المؤسسة والشركة تبعك وتعمل هذا الأمر. أما كمنفذ بيع هذا ما اسمه شركة مهنية، أبدا ما اسمه شركة مهنية. جميل جدا. هناك سؤال آخر يقول كيف ممكن تكون شركة مهنية بعدة تخصصات؟ هل ممكن شروطها مثلا محاماة وحاسب قانوني في الوقت ذاته؟ نعم جدا، هذه من أهم المميزات في النظام الجديد عن النظام القديم. سمح النظام الجديد أن تتخذ شكل، أن تتخذ الشركة المهنية أحد الأشكال الأربعة، ممكن تصير شركة تضامنية أو ذات مسؤولية محدودة أو توصية بسيطة أو مساهمة، وسمح بنفس الوقت أن يكون الشركاء الموجودين أنهم يكونون من تخصصات متنوعة أيا كانت. لكن الشروط اللي كانت موجودة اللي في حسب اللائحة أن يكون كل شريك يكون مرخص، يعني انت ما صعب انت تشارك شو تقول بفتح انا محامي، لازم يكون معك ترخيص محاماه، وتقول انت بدك تشارك مثلا محاسب لازم يكون معك ترخيص من المحاسبه، ولا بد ان يكون مثلا تحط مثلا مهندس لا بد ان يكون المهندس معه ترخيص من هيئه السعوديه للمهندسين. فهذه الشروط اللي موجوده. الشرط الثاني اللي شرط على في النظام انه يكون كل واحد مرخص من الشركاء، لابد انه يكون عندك كذلك أن يكون كل شخص ما يتداخل في الشركة الأخرى. يعني أنا محامي ما أقدر أتدخل في شغلك أنت كمهندس، أو أتدخل في شغل الطبيب في الشركة الطبية. كل شخص يكون مسؤول عن الشركة. وفي عندنا شيء اسمه مجلس الإدارة اللي هو نحاسب الأشخاص إذا كانوا أخطأوا. أمر بسيط، أنت ممكن تتشارك مع عدة أشخاص مرخصين، نعم في أنشطة متنوعة، لكن مو معناته أنك ما تقدر توظف. ممكن تتوظف عندك أنت، عندكم أربع تخصصات مختلفة في الشركة، ممكن توظفون عندكم 200 موظف. فلابد إحنا نفرق هذا الأمر، إذا الشركاء لابد يكونوا مرخصين، هذا أهم حاجة، وما يتدخل الشريك بالشركة الآخر. رائع جدا. هناك سؤال آخر يقول هل يصح أن تكون الشركة ذات شخص واحد؟ نعم ممكن أنك أنت تعمل، بالمناسبة ممكن أنت تعمل شركة شخص واحد بمهنة واحدة، وتقدر تعمل أنت شركة شخص واحد بمهن مختلفة. يعني ممكن شركة شخص واحد أنت المالك لها ووحدك لا شريك لك، شركة محاماة وشركة محاسبة أو شركة تقييم عقاري، بس بشرط أن يكون معك أنت ترخيص في كل نشاط ونشطة هذه. نعم في عندنا محامين ما شاء الله معاه دراسة المحاسبة أو معاه ترخيص محاماة أو معاه ترخيص محاسبة، فممكن تفتح هذه الشركة. طبعا المشرع شرط هذا الشرط فقط أن يكون معك ترخيص شركة شخص واحد ومعك ترخيص في هذه الأنشطة أو هذه المهن المتعددة، وحط في اللائحة قال للوزير أنه يطلع بيان بإيش المهن اللي يتعارض دمجها مع المهن الأخرى، لكن إلى الآن ما طلع. لكن بشكل عام هذا يدل أنه ممكن هذا الأمر مستقبلا أن يصير، والآن ممكن أن تعمل شركة من عدة تخصصات شركة شخص واحد بهذا الشرط. طب جميل جدا. هناك سؤال كان متعلق في إجابتك، وضحت للكثير من الأشخاص حول أنه يحاول يتخلى عن كونه يأسس مؤسسة ويتبع نظام الشركة، فسأل السؤال أنه حتى لو كانت الشراكة بنسبة 1% عشان أعمل شركة؟ لا ممكن تعيد سمح خوي مقرن. طيب السؤال السابق حول أنه الشخص يبغى لما نصحته يحول من مؤسسة إلى شركة، تمام. فجانا سؤال آخر يقول حتى لو الشراكة بين الشخصين لما أحولها من مؤسسة إلى شركة، حتى لو أشارك شريكي بنسبة 1%؟ حتى لو نصف المية. جميل. هذه شركة ممكن أنت تشارك شخص بواحد في المية وممكن تشارك في 99%، فالأمر بسيط جدا. هي اسمها شركة، كل واحد على حسب مجهوده أو حسب حصته أو نسبته راح نعطي له حصته في الشركة أو الأسهم إذا كان شركة مساهمة. رائع جدا. هناك سؤال يقول ممكن توضح الأثر القانوني على المستثمر برأس المال في حال وجود تقصير من الشريك المهني؟ هذا سؤال عظيم. هذا لقد سألت عن عظيم صاحب السؤال هذا. لابد حنا نعرف حاجة بسيطة، متى الآن الخطأ في الإدارة، الخطأ في الشركة؟ أول حاجة إذا ارتكب الخطأ
تجاه الغير، الغير هو يجي والشركة جميعها مسؤولة أنها تعوض عن الخطأ. طيب نيجي حنا على الشركاء، أنا مستثمر دفعت مال والله، والشريك اللي أنا دعمته اللي هو اللي دعمت صاحب الترخيص أخطأ، يحق لك هنا أنك ترجع عليه في دعوة تعويض ويتم تعويضك عن كامل أمره متى ما ارتكب الخطأ، أو كان الخطأ اللي هو ارتكبه الآن سبب في خسارة الشركة أو سبب في تحميل الديون. فما عاد في أنه مثلا أنه يعمل لك المشكلة، لا 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 لا، أنت محاسب، تعال تعويضي، سواء أنت كنت مهني أو غير مهني، وهذا الأمر يمشي على جميع الشركاء. كذلك ممكن حنا نكون في شركة فيها مجلس الإدارة شركاء مرخصين وشركاء غير مرخصين، داعمين ماليين ومرخصين، جميل جدا. هنا الأمر لم نعرف حاجة بسيطة، الأمر أنت هنا مسؤول. مجلس الإدارة مثلا نقول الشركة كان فيها مثلا 12 شريك، ومجلس الإدارة مكون من 3 شركاء، فهم علي؟ مجلس الإدارة فهم المديرين يعتبرون 3 شركاء. الآن يحق لأعضاء مجلس للشركاء الآخرين اللي غير من أعضاء مجلس الإدارة، متى ما ارتكب مجلس الإدارة مشكلة، المدراء الشركاء المديرين ارتكبوا أي خطأ، رتب الشركة ديون أو رتب التزامات، يحق لهم العودة عليهم والمطالبة بالتعويض. أنت مدير لكن أنت مسؤول، نعم لك مقابل مالي لكن أنت مسؤول كذلك على هذا الأمر. جميل جدا. هناك سؤال يقول أنا عندي مؤسسة مقاولات، هل من الأفضل أن أحولها إلى شركة؟ والله أنا أعطيتك الأمر، إذا أنت ما عندك مشكلة أنه ممكن في يوم من الأيام، يعني أنتم شفتوا جائحة كورونا جت في وقت ما حد يتوقعه وعملت مشاكل ما حد يتوقعها، أكثر الأشخاص إفلاس الآن قدموا على الإفلاس، وأكثر الأشخاص تضرروا هم أصحاب الكيانات الفردية مش أصحاب الشركات. أصحاب الشركات نعم تضرر، لكن ليس بضرر الشركات المؤسسات الفردية، لأن صاحب الشركة متى ما أفلس وسكر شركته لهم الموجودات في الشركة فقط خلاص. لكن أنت مؤسسة، لا أنا أبيع موجودات المؤسسة تبعك وأرجع على مالك الخاص إذا أنت ما وفيتني في مالك. أتوقع أن هذا الأمر، الأمر هذا المبلغ المالي والعودة عليك أو على الورقة لا سمح الله في حال الوفاة، أتوقع أن هذا مهم أو كافي أني أنا أحول المؤسسة إلى شركة وأفكر في الشركة. وهذا الأمر وإن كان رسوم التأسيس للبعض يقولها، بس رسوم التأسيس أنا أدفعها عند التأسيس أو السجل التجاري ما تضاهي راحة بالي أنا، ولا تضاهي أنه بكرة حتدق علي الباب يقول اطلع من البيت بحط عليه مزاد. والأمر لك، إذا هذا الأمر ما يفرق عندك لك في المؤسسة، إذا كان يفرق عندك لا حول شركة. طيب رائع جدا. هناك سؤال آخر يقول حول الشخص اللي كان يسأل في تخصص الفيزياء، يقول ما في ترخيص للموارد البشرية، وليس هناك أيضا ترخيص لتخصص الفيزياء، ولكن لديه شهادة جامعية دبلوم، إيش راح يسوي إذا يبغى يفتح شركة مهنية؟ شوف أنا متأكد أنه يمكن هو في طريقة عرضه للسؤال مخطئ، لكن ممكن يراجعني في مركز الدعم، في مركز الدعم في منشآت، وبإذن الله راح نشوف له الحل الأمثل لطبيعته، هل يناسبه نظام الشركات المهنية أو نظام الشركات العامة. رائع جدا. هناك سؤال آخر حول هذا الموضوع، يقول لو لدي خبرة عملية في برمجة الألعاب الإلكترونية لكن ليس لدي شهادة، هل أستطيع فتح شركة مهنية؟ إذا الآن النظام ما اشترط شهادة معينة، النظام اشترط لجل أنت تكون مهني، أنت لابد تكون مؤهل من تأهيل من نوع خاص، فأنت هنا مهني. متى ما كنت ينطبق عليك هذا الأمر يحق لك أنك أنت تعمل شركة مهنية. رائع جدا. ممكن برضو الترخيص يساعد بشكل أو آخر. نعم صحيح. جميل جدا. هناك سؤال يقول ممكن توضيح أهم أساسيات اشتراطات الشركة المساهمة المقفلة؟ أهم اشتراطات الشركة المساهمة المقفلة، أبعلكم حاجة بسيطة، سابقاً لما كنت أسس شركة مهنية، لما كنت أسس شركة مساهمة حقيقي كان هم حرفياً أنت تأسس شركة مساهمة وورقياً وتعمل نظام المساهمين وترجع وتقسم الحصص والنسب والأسهم وإلى آخر من الأمور، ويرجع النظام الأساسي وعقد التأسيس، شيء يوجع القلب كان. الآن أسست تقريبا قبل فترة شركة مساهمة، وأنا جالس في مكاني وفي مكتبي وإلكتروني، فسابقا كان ورقي، الآن أول حاجة أصبح إلكتروني. الأمر هذا اللي أنا ممكن يتسأل عن أهم الاشتراطات، أهم الاشتراطات بسيطة
وسهلة جدا جدا جدا، لكن لابد أن يكون رأس المال المدفوع لا يقل عن 3 مليون ريال، ويكون عدد المساهمين أكثر من 2 أو 3 أشخاص. الأمور الأخرى نفس الشركات الأخرى البسيطة جدا. جميل جدا. هناك سؤال يقول: هل يكون سجل للشركة المهنية بعدة تخصصات، سجل واحد أم سجلات متعددة وعقود تأسيس متعددة؟ لا، العقد تأسيس واحد، والسجلات ما في سجل تجاري يطلع للمؤسسات المهنية، للشركات المهنية أبدا. الترخيص اللي يطلع لهم هو ترخيص من هي نفس الهيئة أو الإدارة المنظمة لها. أنت يطلع لك نعم شهادة، لكن ما يطلع لك أنت سجل تجاري. جميل، لأنها ليست تبع. اي نعم. وعقد التأسيس طبعا، شوف دقيقة شوي، إذا أنهم أشخاص بدأوا مع بعض تخصصات متعددة في نفس اللحظة، عقد تأسيس واحد. أما متى إذا كان مثلا في اليوم بدأت محاماة وبكرة جاني زميلي المهندس أو بعده جاني زميلي مثلا الصيدلاني، لا أنا هنا، لا أنت هنا بتعمل عاد تعديل عقد التأسيس وتعدل على عقد التأسيس وتضيفهم. رائع جدا. هناك سؤال يقول: ما هي ضوابط مشاركة شركة أجنبية مع شركة سعودية؟ ما هي ضوابط شركة أجنبية مع شركة سعودية؟ هذا سؤال عظيم جدا، هذا بحد ذاته في دورة. الأمر بسيط جدا. المشرع أول حاجة سمح أن يكون الشركة مستوفية لجميع شروط الاستثمار، وزارة الاستثمار، الشرط الأول. الشرط الآخر بخصوص المهنة أنها تكون ممارسة للمهنة في بلدها. الأمر الآخر أنها تجيب ما يثبت أنها حسنت السمعة، حسنت السيرة والسمعة في نفس البلد خلال ذيك الفترة. الشرط الأول تكون مطبقة لشروط الاستثمار، الشرط الآخر أنها تكون ممارسة نفس النشاط في نفس بلدها، الشرط الثالث أنها تحضر ما يثبت حسن السيرة والسمعة، الشرط الرابع الشخص اللي يمثلها في السعودية يكون مؤهل في هذا النشاط. 4 أنشطة. الأمر الخامس أن تنقل الخبرة الأجنبية إلى الكادر السعودي. الأمر السادس أن يكون السعوديين، نسبة مشاركة السعوديين لا تقل عن 25%، لا تقل عن 25%. هذه 6 شروط المهمة اللي قررتها اللائحة. رائع جدا. نشكر لك المحامي والمستشار القانوني محمد العلوي على تغطية محاور اليوم للقاء نظام الشركات المهنية الجديد. شكرا لك، وشكرا على حضورك وعلى وقتك. أهلا وسهلا، وأتمنى أن أكون قدمت ما يفيد في هذه الشركة، واعذروني إذا كان في خطأ أو تقصير. الله يعطيك العافية، بالعكس استمتعنا جدا ووجدنا كثير من المعلومات. أيضا شكرا لكم أنتم حضورنا الكريم، ويسعدنا ويشرفنا زيارتكم لحساب تويتر للاطلاع على جدول الأستاذ محمد العلوي في الاستشارات في مركز دعم المنشآت في الرياض لمن سأل، وأيضا للاطلاع على بقية التخصصات والاستشارات ولقاءات اللقاءات الأسبوع هذا والأسابيع القادمة. يعطيكم العافية وشكرا لكم.